Corre. لابد انك تفرق راس. ايه؟ دي ما بتتنفس. بس هو الصح ده. هو ده الصح اللي ما بيتعملش. ماشي. الراجل بقى بيعمل ايه؟ الحداد علشان يخدعك. طب في التنفيذ لو ده صح هي الدكاترة زاوية يعني نفس القصة. 45. يمكن يعمل ايه بس؟ بص يا باشمهندس، المفروض ان الحديد زي كده وهنا في كاميرا ودي الكنبه بتاعت الكاميرا. تمام. مظبوطه يا باشمهندس؟ والحديد اللي عامل كده وده السفلي. بيوش يوش. تمام؟ ايه بقى الواقع؟ الواقع انه بيمسك الكنبه دي يروح عاملها كده. السيل ده بيتعمل كده. ده كل شغل السوق. كل شغل السوق. يعني مش اصلا ارتفاع خالص. ما بيتعملش كده. تعمل زي ما بقول. هي بتتعمل كده يعني. هيحنا على السيخ وهيظبط الزاوية والزاوية هتبقى عايزة تميل يمين وعايزة تميل شمال وهنعمل كراسي وهنعمل سيخ اسياخ اوتار. الكلام ده سيل بالنسبة لكام طبعا الناس؟ الاثنين سيف مش يعني مش شغاله يعني زي ما الثاني برضه ما بيعرفش في الفلات سلاب وبيجري وخلاص. خلاص انا سيبها لك. خلاص يا شباب مشاكل كبيره بس شين كبار لا وكلام يعني الكنبه تبقى صغيره مش ماشي الكنبه يعني الكاميرا 60 المفروض الكاميرا الكنبه دايما 55 الكنبه تنافس 50 اقل حاجه شيل منها 10 سم ويمشي دايرة واحدة ورا بعض. اه ما بيتغيرش اصلا، هو ماشي لوحده كده. كأنه بادئ الكاميرا من بطن البلاطة مش من ظهرها. وانا لو دخلت معاكم اكتر من كده هعقبش. ده الكلام ده زي خطوات تنفيذ. في خطوات تنفيذ، دي اسمها خطيرة. نركب كده. تتركب كده ده حوار. حط نص الايه؟ نص الفرشة دي، بعد كده احط القمص اليمين، بعد كده احط القمص الشمال، بعد كده احط النص المكثف، بعد كده احط ده التخماسة ده. تمام؟ اللي بيتنفذ بقى غلط ده اسمه عرض جوهري. تمام؟ عرض جوهري ده. المهم خلصنا بقى. عايزين بقى نتكلم دلوقتي على الهالج بتاع الحديد. حضرتك كمان؟ حضرتك.